لو دخلت على الفيديو يبقى بيهمك. الفيديو النهارده بيتكلم عن المشتريات للمطبخ، بس هي مش مجرد فيديو للمشتريات علشان اوريكم الحاجه، لا هتفهموا دلوقتي. معاكم ساره صبحي، يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. طيب مبدئيا كده علشان تتابعونا لحد اخر الفيديو تكونوا مرتاحين، الحاجات دي انا شاريها من محل اسمه ادم الخير في المنصوره عند مجمع المحاكم. اللي مش من المنصوره هينزل عند الاستاد يسال على شارع مجمع المحاكم، هتلاقيه تاني الشارع في متفرع من الشارع الرئيسي ده، تمام. هم عباره عن 3 4 محلات قدام بعض اسمهم ادم الخير، اسعارهم حلوه جدا. ولو انت من المنصوره هتعرفيه، لو انت في حوالين المنصوره فهتسالي عنه وهتلاقيه، تمام. تاني محل شارية منه اخر العنقود. اخر العنقود ده بيبقى موجود في اكتر المولات، سيتي ستارز ومول العرب، وفي المنصورة هنا في مول الجامعة بلازا، تمام. انا كده قلت لكم المكانين اللي انا شارية منهم النهاردة، خلاص يلا بقى اوريكم انا جبت ايه. تمام، بصوا انا اشتريت شوية مشتريات للمطبخ علشان اغير ديكور مطبخي وكمان عشان انظم، فقلت اشاركها معاكم واقول لكم حلوة ولا وحشة عشان انا كنت شاكه ان هي حلوه او وحشه. اول ستاند انا اشتريته من ادم الخير زي ما قلت لكم. الستاند ده كنت فاكره الاول ضعيف، حتى اشتريت واحد بس قلت اجربه في البيت، لو لقيته حلو هنزل اجيب التاني. المهم انا جبته لقيت يعني لقيته حلو. عرفت بقى ازاي؟ جيت بقى طبعا البيت رحت حطيت فوق الاطباق اللي انا عايزه احطها، بس اطباق انا كنت بقى مستغنيه عنها يعني عشان لو اتكسرت ما ازعلش عليها. المهم لقيته ان هو استحمل بجد، تمام. انا اصلا جايباه ليه؟ جايباه علشان انا بكره انظم المطبخ واحط مثلا شويه كوبايات اللي هي ساعات بتبقى كوبايات الشاي اللي هي بتبقى حجمها صغير بحطها في الدرفه، فبالتالي بتبقى واخده مساحه كبيره على الفاضي، بيبقى فوقها فاضي وبيبقى جنبها خلاص اتخذ المكان. فقلت لا انا ممكن اجيب حاجه زي دي احط الاطباق تحت والكوبايات اللي هي حجمها صغير دي فوق، فده بياخد مثلا 9 كوبايات، فهو حجمه حلو قوي ماشي. ده بديل في منظم زيه برضه انا كنت شارياه في ايكيا، تمام. كان بتاع ايكيا مثلا ب 100 وحاجه، بس انا مش فاكره 100 وكام، هوريه لكم برضو. بس ده انا هقول لكم انا اشتريت ده ليه برضو. ده حلو على سعره جدا، ده ب 30 جنيه يعني 30 جنيه حلو جدا. انا قلت ان هو هيبقى ضعيف عشان سعره يعني مش غالي، بس بصراحه انا لقيته حلو ماشي. بس هو في مشكله واحده بس هتتحل، ساعات ممكن يكون فيه هنا المفروض يكون فيه بلاستيكه كده، هي مش موجوده. فانا رحت جيت عملت حطيت بلاستر هنا، حطيت بلاستر شفاف كده على الاربعه علشان ما يخربوشوش الرف الالومنتر او الخشب ماشي، عشان ممكن يتحرك شمال او يمين بالراحه فيخربشه لنا، فيعني ما هنبوظ المطبخ ليه يعني، تمام. دي كانت اول حاجه. جبت تاني حاجه من ادم الخير برضو، دي كانت تاني حاجه من ادم الخير. ده عباره عن حامل مناديل، ان هو في الصوره كان ظاهر لي ان هو حامل مناديل ماشي. ده يعتبر جاي على ان هي المونيا استانلس يعني حديد، ده صاج وخشب، فطبعا انا بحب الخشب جدا فعجبتني فكره ان هو خشب. عارفه لو ده كان بلاستيك انا كنتش اشتريته، علشان انا في دماغي حاجه تانية خالص، تمام. لما اجي احطه في المطبخ يعني اوريكم الفكره اللي انا عملتها هتعرفوا انا مش هحط فيه مناديل، لان انا كده كده عندي حامل المناديل اللي هو على الرخامه ده ونفعني جدا، فده هستعمله على حاجه تاني وهتشوفوها يعني. بس هو عموما حامل مناديل. دي برضه الهوكات دي هم 4، دي كانت ب 17.5 جنيه اعتقد، وحلوه وانا استخدمتها قبل كده برضه كنت جايباها منهم وحلوه. فانت لو لقيتي الماركه دي هاتيها، هي اسمها هوك، مكتوب عليها هوك بس كده ماشي. دي برضه حلوه قوي وبتشيل لحد 2 كيلو، فدي يعني انت هتعلي عليها 2 كيلو حلوه قوي. وبعد كده اشتريت منهم الثلاث معالق دول، الثلاثه ب 15 يعني واحده ب 5 والثلاثه اشكال مختلفه، يعني واحده مستطيله وواحده ما فيهاش شرط وواحده فيها شرط ماشي. دي حلوه قوي، انا اصلا هستعملها في الديكور كمان، فهي شكلها حلو وحجمها حلو. وبعد كده جبت اخر حاجه منهم وهي دي، دي بتاعت المكرونه الاسباجيتي. انا جبتها عشان انا عندي معاناه لما كنت باجي اشيل المكرونه الاسباجيتي بالمعلقه العاديه، كانت معاناه بالنسبه لي مش عايزه اقول لكم كان بيحصل لي فجبت دي، حسيت برده ان هي شكلها حلو، ايديها خشب والسيليكون بتاعها جامد وحلو. فلو لقيت الماركه دي عندك في اي محل هاتيها عشان هي حلوه، ولو انت عايز تيجي لو انت من المنصوره فانت تروحي المحل اللي انا قلت لك عليه ماشي. بصوا بديل الادب الخير اللي في المنصوره العتبه في القاهره، عشان انا اصلا كهروية. العتبه دي انا مش عايزه اقول لكم انت اول ما بتنزلي حتى
يعني انت نزلتي اول ما تنزلي العتبه كده مش عايزه اقول لك هي بتبقى فيها ايه، فيها حاجات واسعار، بس لازم تلف يعني لفي لك لفه كده عشان ايه تشوفي كل حاجه وكل الاسعار عشان ما يضحكش عليكي. ماشي، هنيجي بقى، انا كده خلصت حاجات ادم الخيام، نخش بقى على حاجات اخر العنقود. ماشي، انا جبت اول حاجه المضرب اليدوي ده، شايفين جميل قوي، جبته لللبن عشان اقلب بيه اللبن او البشاميل. وبعد كده جبت دي الشياله بتاعه الجلاش او البسبوسه، انا جبتها مخرمه كده علشان قلت لو الجلاش او البسبوسه مثلا ان فيهم عسل فايه تتصفى النظام، يعني انت عارفين طبعا انا منظمه قوي. دي كانت ب 20 جنيه ودي ب 22 ونص، ماشي، فكده حلوه قوي. والمعلقه دي كانت ب 20 جنيه برضه، فانا جايبه اغلبيه الحاجه، ودي اعتقد ب 30 جنيه، يعني انا جايبه اغلى حاجه يعني ب 30 جنيه ماشي في اللي هي حاجات المطبخ دي. انا بقى جبت ده، دي فازه ازاز بتاعت ايكيا، تمام. الفازه دي انا جايبها ب 49 جنيه، هحطها برده في المطبخ، هتقولوا لي ازاي، هقول لكم لما تشوفوا الفيديو معايا تعرفوا الفكره اللي في دماغي. ماشي، تابعوا لي بس. بصوا بقى، دي اخر حاجه كنت يعني جبت في دماغي، دي اخر حاجه انا جبتها، دي عباره عن ايه، عن بلانشا تقديم خشب، يعني دي بلانش التقديم، ممكن تحط عليها بيتزا او كب كيك او اي حاجه وتقدميها، هي اصلا شكلها حلو يعني مرسوم عليها حاجه كويسه، حاجه حلوه. في منها في ايكيا برده 90 جنيه، بس انا جبت دي عشان بتاعت ايكيا كانت خلصانه، فلو لقيتها برده هبقى اشتريها لان انا بحب الحاجه دي قوي. دي اللي عجبتني فيها بقى ايه، ان هي بصوا فيها زي جلده كده سودا تخليها ما تتزحلقش، يعني انت لو حطها على ازاز او حطها على رخامه وتستعمليها ما تتزحلقش منك وتروح وتيجي، لا بتمسك فيها وبتحافظ عليها كمان، يعني لو انت مثلا هتسنديها على الحيطه فهتحافظ لك على الحيطه وهتحافظ لك على دي كمان. دي تقيله وحلوه، دي كانت ب 79 جنيه والخامه بتاعتها حلوه جدا وتقيله، تمام. انا كده اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم وخدتوا فكره وعرفتوا المكان، وانا قلت لكم في المنصوره المكان اللي انا عارفاه، وكمان في القاهره عندك العتبه حلو جدا. ماشي، انزلي كده وجربي، يا رب يكون عجبك الفيديو، تابعيني الفيديو الجاي، ويلا باي باي.